السلام عليكم أساتذة أعزاء، في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن كيفية كتابة أسئلة True and False كمجموعة حتى نستطيع أن نرفعها إلى البنك أوف كويستشنز الموجود في منصة الكانفاس. طبعا مثل ما تعلمنا في البداية لازم نكتب كلمة جروب، لازم نكتب كلمة جروب مثل ما تشوفون ها هنا، أوكي، ومن ثم إنتر. نجي نكتب السؤال الأول، شلون نجي نكتبه؟ واحد، أوكي، دوت، نترك فراغ بمقدار سبيس. نجي مثلا ناخذ الأسئلة، طبعا احنا محضريها سابقا، أوكي، محضريها سابقا حتى بس نسوي لها كوبي بيست. أوكي، خليناها، طبعا انتر. هسه ايش راح نسوي؟ اذا كانت الاجابه هل هي ترو او فولس، الاجابه يعني صحيحه، فهنا حسب المدى تشوفوه هي الاجابه خاطئه، فلهذا فبالبدايه حنكتب الاي ومن ثم شيفت القوس المغلق سبيس بمقدار فراغ واحد، نكتب هنا كلمه ترو، اوكي، ومن ثم نضغط على الانتر حتى نكتب الإجابة الثانية اللي هي الفولس، واللي هي حسب هذا السؤال هي التي يجب أن يختارها الطالب. فبالتالي إذا شفت النجمة الموجودة فوق الحرف رقم الثماني، آسف، ومن ثم حرف البي أيضا شفت، نغلق القوس، أوكي، فراغ بمقدار سبيس واحد، ومن ثم نكتب كلمة الفولز. هسه أيضا انتر، نكتب السؤال الثاني من الجروب الخاص بالترو اند فولز، اثنين دوت فراغ بمقدار سبيس واحد، ناخذ السؤال الثاني، فهو يفضل تكون انت محضر الاسئله مالتك حتى مباشره تقدر تشتغلها. ايضا حسب هذا السؤال اذا هو الاجابه الصحيحه هي ترو، فلهذا من اجي اريد اكتبها، اوكي، ايش راح اسوي؟ ايضا اي قبل الاي هنا شفت النجمه ومن ثم الاي وبعدين شفت القوس المغلق سبيس بمقدار فراغ واحد، وراح اجي اكتب كلمة مثلا لترو اللي انت تريدها. خليني اكتبها، انا افضل طبعا بصراحة هاي الشغلات انه اقعد اكتبها بداية حتى لا يصير فد خطأ بالفراغ، بعدين ارجع اكتب هسه البي ومن ثم الشيفت القوس المغلق ومن ثم ايش راح اجي اكتب؟ راح اكتب كلمة الفولس اللي هو الخطأ. هسه اجي اكتب السؤال الثالث، السؤال الثالث نيجي ناخذه منه ايضا، نسوي له كوبي، خليناه، نيجي هسه نكتب الاجابات الصحيحه يعني ترو او فولس، وهنا حسب هذا السؤال اذا هو الترو هي اللي تحقق لي، فاذا بالبدايه حيكون شيفت ومن ثم النجمه ومن ثم الاي القوس المغلق بعدين سبيس بعدين ايش راح اخليه ايضا كلمه ترو، بعدين اجي اكتب في القوس المغلق ومن ثم ايش حيكون فولس. هسه اجي على رابعا اربعه ايضا دوت فراغ. طبعا احنا بدنا نتعلم هيك هسه طريقه واحده حتى نسوي البانك اوف كويستشن، يعني من المفروض هسه انت ترسل لجنه امتحانيه مثلا بهذا الجروب اللي هو فقط يحتوينا، فقط هذا الجروب اللي هسه بدنا نسويه هو فقط يحتوي على اسئله الخاصه بالصح والخطا، صح والخطا. ليش؟ حتى اللجنه الامتحانيه ورا ما انت تقولها مثلا انا اريد من هذا الجروب بمقدار خمس اسئله تظهر لكل طالب، فهم حتى ما
من يرتبون الأسئلة حتى تصير الراندوم، فيأخذ بس هذا الجروب، لأن هذا الجروب هو فقط خاص بالترو أند فولس. وراح نسوي جروب ثاني خاص بالمالتي تشويسز، بعدين جروب ثالث خاص مثلا في كتابة المالتي أنسر كويستشن، وهكذا. أوكي أساتذة الأعزاء، فهسه أيضا خلينا نكمل. أيضا هسه أنا حسب هذا السؤال، إذا هو أيضا ترو، فإذا شفت ومن ثم النجمة بعدين الأي ومن ثم القوس المغلق، نكتب فراغ واحد وأجي أكتب كلمة بالنسبة إنه هسه ترو، ومن ثم حيكون بي، ومن ثم أيضا الشفت والقوس المغلق سبيس بمقدار حرف يعني واحد، ومن ثم هسه نكتب كلمة الفولس. أوكي فاحنا الغرض هسه من هذا هو عمل جروب كامل يتكون يجوز من 30 40 20. طبعا اكيد هو شوف انت شلون تريد ترتبها على اساس المادة الامتحانية يعني اللي انت درستها، بحيث تاخذها مثل ما يقولون من اول فصل الى اخر فصل وتجمعها كلها بهذا الجروب اللي هو ترو ان فولس، يعني كل الاسئله ترو ان فولس الخاصه بالماده الامتحانيه مالتك حتكون هنا. بالجروب الثاني حتسوي ايضا مجموعه كامله للماده الكامله مالتك من الفصل الاول للفصل الاخير اللي هي مثلا المالتي انسر كويستشن. الجروب الثالث اللي هو حيكون الماده مالتك من الفصل الاول للاخير اللي هو المالتي تشويسز، وهكذا وهكذا. اوكي خلينا نكمل هسه اخر سؤال بالنسبه يعني حتى نتعلم بهذا الموضوع. نيجي ايضا ناخذ هسه هذا نضعها هنا. اوكي هسه شو حنسوي هنا؟ حسب ما نشوفه هو خطا، فاذا بالبدايه حيكون الاي ومن ثم القوس المغلق، اترك فراغ بمقدار واحدة واحدة، ومن ثم كلمة ترو. هسه وين اروح؟ على الاختيار اللي المفروض اللي يختاره الطالب اللي هو بصراحة الفولس، فالشيفت والنجمة الموجودة فوق رقم 8، ومن ثم حرف البي، وبعدين القوس المغلق، ومن ثم راح نكتب طبعا سبيس، ومن ثم نكتب كلمة فولس. اوكي هسه احنا خلصنا الاسئله ولازم ننهيها، لازم ننهيها بهاي الجمله اللي هو الاند جروب، لازم ننهيها بالاند جروب. اوكي ورا ما اني خلصت كتابه الاسئله، اني هسه المفروض ايش يعني شنو اللي راح اسويه حتى اقدر احولها الى صيغه الكيو تي اي، حتى نقدر نحولها لصيغه الكيو تي اي. هسه راح اروح على هاي هسه الأسئلة اللي سويناها، راح نضغط فايل، راح نروح على السيف أس براوز، نختار هنا بهاي الاختيارات راح نختار هاي الصيغة اللي هي txt، أضغط عليها ونقول له سيف، ننتظر شوية راح تظهر النهاية. شو حقول له؟ أذر. راح أجي أنزل لي جوا، راح اختار هذا الخيار UTF-8، اختاره UTF-8، أأكد، ومن ثم شو حقول له؟ حقول له اوكي. من قلت له اوكي مباشرة شنو اللي صار عندي؟ هنا ظهر لي تكست على السطح سطح المكتب. اوكي انا هسه شو راح اسوي؟ هذا التكست اللي سويته راح اخذه، راح اذهب ها هنا. اوكي راح اذهب ها هنا الى مثل ما قلنا هاي المنصه الخاصه اللي هي الجامعه الامريكيه هنا، راح اسوي دروب، اسف انتظر قليلا. اوكي صار هسه عندي هذا، شو راح اقول له؟ بدء التحميل. هسه هو المفروض نزله بفايلاتنا المضغوطه هنا، ها هو روح نجي ناخذه منه، هذا هو اقول لك كات، اجيبها رجعه هنا. هسه واحد جوا الثاني صاروا ليش؟ لان اثنيناتهم هذول اضللهم واقول لك كليك ايمن،
وش راح اقول له؟ Add to archive. اضغط هنا احوله الى زب، ومن ثم ايش راح اقول له؟ حقول له اوكي. اوكي، حقول له اوكي. حنعيد الخطوة الأخيرة، لأن صار أكو مشكل من تصير عندكم هاي الشغلة. إذا صار أكو عندك مشكل فيفضل، طبعا هنا ليش دا يعترض؟ لأن إنه أنا هذا ما كملت حفظها وسدها. أوكي، خلي أحفظها حتى لا تصير عندي مشاكل. أقول له يس، أقول له كلوز. أوكي، سنقول له تراي أجين حتى أمسحها. راح نرجع من جديد، راح نرجع من جديد من الصير وزين صارت حتى تفهم اللي دي يصير. هسه شو راح اسوي؟ راح ارجع، يعني هنا انتبه، هنا ذبها، فلهذا ارجعها، ارجع من جديد، ارجع خليها هنا، انتظر قليلا، حقول له اي عيده من جديد. اوكي، بدأ التحميل، ارجع اخذه، حذبه هنا، ارجع ايضا احددهم اثنيناتهم. شو حسوي هسه؟ حنقول له اد. اوكي، كيف ايضا راح اقول له ايضا زب، ومن ثم اقول له اوكي. شوف هسه هو هسه صار بشكل طبيعي. هذا هسه الملف اللي راح ترسله للجنة الامتحانية، وشكرا لكم.